سيد الحبيب، ما هو شكل العلاقة الذي يجب أن يكون ما بين السلطان أو الحاكم أو السلطة وما بين عالم الدين؟ هذا سؤال مهم للغاية، وجزاك الله خير أن طرحته، لأن السيل قد بلغ الزبا كما يقول العرب. نعم. يعني أصبحت مسألة عبثية. تعال نرجع للقاعدة الأصلية. القاعدة الأصلية أن دور الحاكم ودور العالم يتكاملان. الأصل فيها طاعة ولي الأمر، ولا أخجل من قول هذا، طاعة ولي الأمر في غير معصية الله. ما معنى في غير معصية الله؟ الظلم معصية لله، الأذى معصية لله، السرقة معصية لله، الرشوة معصية لله، فلا يطاع في هذا. لكن الأصل ما هو طبيعة العلاقة بين العالم والحاكم في الشريعة؟ الله سبحانه وتعالى، وأنا استغرب من أناس منتسبين للعلم يتجاهلون الآيات الآية القرآنية الصريحة، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. حتى قال العلماء هنا أطيعوا أطيعوا، وهنا فقط وأولي الأمر، لنفهم أن طاعة ولي الأمر بالتبعية لطاعة الله ولرسوله وليست مستقلة. لكن الأصل في طبيعة العلاقة ما هي؟ التوافق. لأن الأصل في تصور مفهوم مهمة ولي الأمر أو الحاكم أو المسؤول أو الحكومة إلى مستوى الدولة، الأصل في هذه الصلاة التعاون على خدمة الشعب، على البناء. هذا الأصل في التصور. ثم تأتي هناك حالات متعلقة بإشكاليات تحصل، اختلاف بين العالم والحاكم، أو رؤية عند العالم بأن الحاكم أخطأ فيها. جاءت الشريعة لتبين موازين المصلحة والمفسدة. من السهل أن يكون هناك حاكم أخطأ في جزئية، فتكون لديه فرصة العنترية، يعني صناعة المجد. فأصعد في التلفاز أو أصعد على المنبر وأرغي وأزبد وأهاجم، فيصفق الله أكبر، هؤلاء العلماء الحقيقيون الذين لا تأخذهم في الله لومة لائم، الذين لا يداهنون الحكام. ولكني إن رجعت بعد ذلك إلى بيتي، صليت ركعتين وجلست في لحظة قدسية وحاسب فيها نفسي، سأفاجئ أنني خلصت من مداهنة الحاكم إلى مداهنة لا تقل قبحا ولا ضررا ولا إثما من مداهنة الحاكم، وهي مداهنة الشعب، مداهنة المستمر، الجماهير. بحث عن الشيء الذي يحبني به الجماهير. هناك من اشتغل بالعلم فباع دينه ليرضي السلطان، واليوم بكثرة، لأن جدار السلطان أصبح قصير في عصرنا، يعني أصبح المداهنة الحقيقية للجماهير. هناك من أيضا يرتكب جريمة مداهنة الجماهير، وبالتالي يتحول إلى ما يشبه برنامج ما يطلبه المستمعون. ما الشيء الذي يهيج الناس؟ ما الشيء الذي يعجب به الناس؟ ما الشيء الذي يصفق له الناس؟ ما الشيء الذي إن قاله لا 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 الناس بتعتبرني مداهن؟ طيب هذا الشيء الذي تجنبته خوفا من أن يقول الناس عليك عالم سلطان، هو حق أو باطل؟ شو انتبه هنا، انحرف المعيار من حق وباطل إلى يرضي أو لا يرضي. إلى يرضي أو لا يرضي. هذه السقطة الأخلاقية والدينية في مراقبة الله نحتاج إلى إعادة النظر إليها. ثم في تاريخنا ثلاثة أنواع من صلة، أو في تراثنا أو في موروثنا، وكثير منه صواب، ثلاث صور للتعامل مع الحاكم من قبل العلماء. صورة التوافق القائم على خدمة الحق حتى لو كان الحاكم ظالم، لأن قبل قليل كنت أقول المصلحة والمفسدة. حاكم سيء أو ظالم، أحاول أن أنصحه، أحاول أن أقوم، أستعين بمن يعينني، لكن أرى أنني لو صدعت بتهييج الجماهير عليه في هذه المرحلة ستنهدم الدولة، تصبح هنا مفسدة أكبر، لا أقول النظام، الدولة. الشعب، الكيان، تحترق البلاد بما فيها. وقد رأينا نماذج فيما سموه بالربيع العربي اليوم، نماذج مخيفة يعني في هذا الباب. إذن المصلحة هنا تقتضي، لا تكلم عن مفهوم المصلحة الذاتية اللي يفكر فيها مصلحة الناس، مصلحة الدولة أو الوطن. أي بالمقتضى بالمفهوم الشرعي مصلحة الأمة، أن لا أقول أترك أو أهمل أو أغفل، لكن أبحث عن وسيلة لمعالجة الخطأ الصادر من الحاكم لا يترتب عليه الفوضى والمعمعة التي تحصل. هذا ميزان. في تاريخنا جاء عندي نموذج من العلماء لما رأوا الظلم عند الحكام، ما لم يؤلبوا الشارع عليهم، لكنهم هجروا الحكام، ابتعدوا وقرروا ألا يزوروهم ولا يدخلوا بيوتهم ولا يتعاملون معهم تورعا. كل هذا الحاكم ماله قد يكون فيه حرام أو طعامه أو كذا، لكن هناك بعد أعمق أيضا له صلة بالورع، وهو أنه أوصل رسالة إلى الطرفين الحاكم والشعب. يا حاكم، ما دمت مصر على الظلم
جزء من مصداقيتك ومشروعيتك ستسحب منك، لأن الشعب يرقبنا يحترمنا، فإذا رأنا هجرناك سيرون أن فيك نقص، فينتبه الحاكم ويحاول أن يعوض هذا النقص. ده عندما كان عالم الدين عند الشعب له قيمة وقوة. نعم. هذه شريعة، وقد حصل. كان يضطر واحد مثل هارون الرشيد الذي هجره بعض كبار أهل العلم لظلم حصل، أنواع من الظلم وأنواع من السوء حصلت منه، والطرف مع الجوانب حسنة فيه، فكان هو إذا جن الليل يتنكر مع أحد مرافقي أو وزراء، يذهب إلى بيوتهم ويجلس بين أيديهم ويبكي ويطلب منهم الدعاء، ويعوضونه وعظا معنفا لكن وحدهم، لكنهم اكتفوا هنا بالهجر. منهم من وصل إلى درجة التشنيع على كل من اقترب من الحاكم، أصبح يذم العالم الذي له صلة. النوع الثاني من العلماء قال لا، طب أنا لو ابتعدت وزيد ابتعد وعمر ابتعد، من الذي سيوصل الخير إلى الحاكم؟ النصيحة، التنبيه، التقريب. قالوا الشريحة الكبرى ابتعدت، لكن ينبغي أن يكون هناك من يقرب. مثال رجاء بن حيوة رحمه الله من كبار أئمة المسلمين، يعرف أن سليمان بن عبد الملك كان حاكما ظالما كبقية غالب حكام بني أمية باستثناء سيدنا عثمان رضي الله عنه وعمر بن عبد العزيز أو شيء من ذلك، لكنه قرر أن يقترب. ما عفت النفس عن الدنيا التي عند الحاكم، هذه مسألة. الشيء الثاني، كل ما وجد فرصة للنصيحة يرمي النصيحة. كان ثمرة قرب رجاء بن حيوة من سليمان بن عبد الملك وصول عمر بن عبد العزيز إلى الحكم في آخر ثمرة. أيام ثمرة. نعم. في آخر أيام سليمان بن عبد الملك خلاص شعر أنه سيقبل على الله، سيحاسبه الله، وهو يعني ارتكب مصايب في مصر هببها يعني، فيعني كيف سأقابل الله؟ قال استخلف على المسلمين من يتقي الله. من؟ عندك عمر ابن أخيك عمر بن عبد العزيز. إذن كان وجوده فرصة. أحسنت. هذا النوع الثاني من العلماء الذين يقتربون من الحكام. هناك نوع ثالث اجتهدوا فرأوا أنه لا سبيل إلا بتغيير الحكام، فأعلنوا مثل سيدنا سعيد بن جبير من التابعين الكبار، خرج على يزيد بن معاوية، وكان نتاج ذلك أن استبيحت المدينة المنورة في واقعة الحرة، فقتل آلاف من التابعين ومن أئمة الإسلام ومن الرجال ومن النساء ومن الأطفال، وحصلت استباحة كلية، يعني شيء مهول لما تقرأ قصة هذه استباحة المدينة في كتاب البداية والنهاية مثلا للحافظ ابن كثير. نتج عن هذه المعرفة التراكمية حصلت عدة مرات أنه هذا ليس هو السبيل للتغيير، فنشأ فكر عميق يرى أن التغيير الحقيقي العميق الجذري لا يكون بالثورة ولكن يكون بالإصلاح. لكن لأن الإصلاح صعب ونفسه طويل ويتطلب ويترتب عليه متاعب كثيرة ولا تميل النفس إليه، لأن الثمرة لا تكون سريعة وربما أنت لا تجنيها لكن يجنيها الجيل الذي بعدك، صار فكرة الثورة أسهل، لأنها تغيير في يوم وليلة، تغيير في شهر، تغيير في سنة، لكن لأن المجتمع بطبقاته لا يتغير فتنتهي الثورة، يتخلصون من نظام، يأتي نظام آخر ممكن يكون أسوأ، لأن البنية نفسها لم تقم. فهذه ثلاث أنواع إيجابية مع تجربة الثورة التي في غالب، لا أعمم، لكن في غالب أحوالها لم تأتي بالمطلوب. هذه ثلاث أنماط لا أقول كلها إيجابية لكن صادرة عن تقوى، عن معاملة مع الله، عن العلماء. هذه ثلاثة أنماط يقابلها نمط واحد، وهو نمط المنتسب إلى العلم الذي باع دينه لدنيا. أيوة. والذي يتقرب للسلطان يريد المال، الفتوى لها ثمن، ادفع أعطيك، أو السلطة أو السلطة والوظائف والوجاهة والمكانة. هذه مسائل غالبها لا نستطيع أن نحكم عليه لأنها أشياء قلبية. بعض الناس يقول أنت تريد نيتك كذا، أنت تتألى على الله تحكم عن النيات، لك أن تحكم على التصرفات، أي هذا خطأ، هذا التصرف فيه مداهنة، هذا التصرف خطأ، لكن الحكم عن النيات غير مقبول. هذا النموذج موجود في كل عصر، لكن ما اللبس الذي نعيشه اليوم؟ أن المشاهد اليوم أو الجماعات الإسلامية أو الثورية حتى، مجرد موقف يرى فيه أن العالم توافق مع السلطان في جزئية هو غير مقتنع بها، أصبح لمجرد أنك خالفت سلطاني أنا أصبحت إنسان بايع دينك، مرتشي، باحث عن السلطان، عالم سلطان. طيب أنا إما أن أكون عالمك أنت، وافق ما تريده أنت، أو أصبح عالم سلطان. فهذه يعني هذه الإشكالية. لدى إشكالية كبيرة. كبيرة. هي مما نعانيه الآن، هي تلك الإشكالية. طبعا. ليس مع العالم فقط، مع كل من يختلف. طبعا. ولا يردد أو حسنت. يقول ما يؤمن به. يعني مثلا قبل ثورة مصر هذه 25 يناير التي مرت، كان
الكلام كله عن الديمقراطية، ليس كذلك؟ ولما نعم قال مسؤول من المسؤولين أن الشعب يعني غير مؤهل للديمقراطية، قامت الدنيا وما قعدت. بمجرد أن جاء صندوق الديمقراطية بمن لا يهواه تهواه شرائح من الثورة، هذا شعب متخلف، شعب جاهل يضحك عليه. طيب أنت أول كنت تقول أن الشعب ذكي ويعرف، لمجرد أنه اختلف مع توجهك. ما هو ده ما يستند إليه بعض التيارات الإسلامية الآن، الإسلامية والثورية نعم. من كل الاتجاهات. لماذا؟ لأن جزئية أنه وافقني أو أتهمك، ليس وافقني أو أختلف معك. نعم. حلت محل أختلف معك، أغتالك معنويا، إضافة إلى حملة تشويهية ممنهجة على مدى عشرات السنين في هذا الجانب. مثل أخير كنت أتذكر أستاذي وشيخي، وقد أخذ عنه الشيخ أسامة أيضا، سيدنا الحبيب عبد القادر السقاف من أكابر العارفين بالله، إمام رب الفقير من الصغر. وما قرأت كتاب الشمائل وعمري 14 سنة بعد 4 سنوات من ملازمته إلا وصدمت بأن كثير من هذه الشمائل أو أكثرها رأيتها عملية في سلوكياته. لما ابتدأ الفقير يبتلى بالشهرة والظهور وهو ابتلاء عظيم، لو خرجنا منه سالمين لا لنا ولا علينا لكانت نعمة كبيرة، أسأل الله أن يغني من السلامة. اللهم آمين يا رب. لما ابتدأ الفقير يبتلى بالشهرة وبالظهور أمام الناس، فصار بعض المسؤولين يدعوننا حكام ووزراء لنجلس واعظ أو يعني استحسن شيء ظنه حسنا. فذهبت إلى سيدي الحبيب عبد القادر رحمه الله أواخر التسعينيات منتصف التسعينيات، قلت له يا سيدي بعض المسؤولين وللسلطان يدعون إليه. قالوا نحن كذلك يدعون إليه. قلت سيدي يعني نذهب إليهم؟ قال نعم نذهب إليهم سيدي، ولكن أشياخنا المتقدمين إلى والدك الإمام أحمد بن عبد الرحمن رحمه الله كان لا يمشي تحت ظل بيت السلطان، تورعا من أن يكون الطوب من مال فيه شبهة فيستظل به وينتفع به. قال كلمة يعني ربما البعض لا يراها مناسبة في التلفزة لكني سأقولها لبيان العمق نعم. الذي كان ينظر به المشايخ. قال يا ولدي، في عصر الوالد فمن قبله كان العلماء بين السلطان والرعية. بين السلطان والرعية. اليوم أصبح السلطان بين العلماء والرعية. فأصبح التعامل معه باب لتمكين العلماء من إيصال كلمة الله إلى الرعية، بالرغم بعض الزهد في الحكم والسلطة، لكن إيصال كلمة الله. شوف هذا العمق. لما نتكلم عن هؤلاء المشايخ الكبار، نتكلم عن حياة أمضوها في معاملة الله. الواحد منهم إذا رأى إنسان تارك صلاة يبكي، ما هو يسب ويتكلم عليه ويهاجمه ويقله في النار، يبكي يقوم يصلي ركعتين خوفا عليه، يصلي ركعتين في الليل ويبتهل يا رب اهديه، يا رب خذ بيده. هذا المعنى الذي قاموا عليه حياتهم. فلهذا مسألة السلطان، وسامحني سيدي ربما افتأت على الوقت الذي لكم ستفيضون، ينبغي التنبه إلى مثل هذا الأمر، وجزاكم الله خير. طيب. حضرتك قريب من الحاكم الآن بشكل مباشر، نموذج أنا أعرف لماذا أنت قريب، لكن بيلتبس عند الناس. الدكتور أسامة بيلتقي الرئيس، الدكتور أسامة يشارك في أعمال بيقوم بها الرئيس، هذا تأييد للسلطة، الدكتور أسامة طامع في السلطان وفي السلطة. نعرف من يقول هذا، ولكن هو نموذج يمكن التطبيق عليه لما قال سيدي الحبيب. الدكتور أسامة قريب من الحاكم، لماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، في عدد من المنطلقات والمبادئ المهمة. المنطلق الأول كان الإمام الجليل الفضيل بن عياض رحمه الله، وكان سيد الزهاد والعباد، يعني لم يكن بصاحب دنيا ولا بتطلع إلى الحياة ولا البهرجة ولا الوجاهة ولا الشهرة ولا المناصب، بل كان من أهل الله، كان سيد الزهاد والعباد، وكان أهل انقطاع إلى الآخرة. فكان يقول: لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لجعلتها لولي الأمر أو للسلطان، لأن بصلاحه يصلح العباد والبلاد. أو كان يقول: لو ملكت من أمري لجعلت 19 دعائي لولي الأمر أو للسلطان. إيه المنظور اللي كان في ذهن هذا الشخص؟ منظور ميراث نبوة
الله. منظور إنسان واسع الأفق، منظور إنسان يرى أن مواريث النبوة رحمة للعالمين، للحاكم والمحكوم، للرئيس والمرؤوس، للسلطان، للوزير، للطبيب، للشحات، للفقير، للمريض، لصاحب السلطة، لصاحب الوجاهة. المنظور ده والأفق ده مهم، وغيابه عن الخلفية وغيابه عن الذهن نزل بمستوى التعالم، نزل بمستوى التعامل بين العالم الرباني وبين أهل الله، من إنسان حامل هداية، من إنسان صاحب رحمة، من إنسان صاحب نبراس من النور، إلى أن يتحول الإنسان إلى منازع، إلى خصومة، إلى بغضاء تثور فيها النفوس وتطيش فيها الموازين وترمى فيها الاتهامات المتبادلة وتحضر فيها الأنفس الشح، وكل طرف من الأطراف يبذل غاية الوسع لكيد الآخر ولإهلاك الآخر ولإلقاء التهم على الآخر، شتان ما بين هذا الجو الذي أحضرت فيه الأنفس الشح وبين جو من الرحمانية، من النور، من البصيرة. دي قضية أو جزئية نظر فيها هذا الإنسان الزاهد إلى السلطان أو الحاكم أو ولي الأمر أو الرئيس على أنه عبد من عباد الله، إذا ألقى الله في قلبه النور والبصيرة والسداد رجع هذا بالخير على العباد والبلاد، فصار يرجو له الصلاح. شتان ما بين هذه الصورة وبين صورة إنسان آخر جند الدين والدنيا وحول المبادئ وجعل كل الأحكام الشرعية وكل المبادئ تصطف وتتحول وتتمحور حول السعي إلى السلطان، السعي إلى السلطة، إلى قضية الحكم وإلى قضية الحاكمية، التي لمس فيها هذا السلطان أن هناك إصرار هائل. الكلام ده أنا بكلم حضرتك من إمتى؟ 80 سنة فاتت، بكلم حضرتك من أيام الملك فاروق، من أيام الرئيس جمال عبد الناصر. ما قبل 80 سنة كان هناك سياق من التفاعل بين العالم وبين السلطان، مر بمراحل ومر بتطورات لاختلاف العالم. نعم. 80 سنة فصاعد إلى الآن غيرت كل شيء، نسفت كل شيء. في مرحلة قبل الثورة الفرنسية، قبل الثورة الفرنسية كانت وظيفة العالم مع الحاكم مختلفة تماما، وهقول لحضرتك بعض معالمها. الثورة الفرنسية جاءت استخرجت من يد العالم كثير من الصلاحيات الاجتماعية التي كان يقوم بها والتي بموجبها يخاطب الحاكم، ووزعتها إلى مؤسسات. استمرت هذه الطريقة وهذه الهيئة في التعامل بين مثلا علماء الأزهر الشريف وبين الخديوي أو الملك أو ما أشبه، إلى أن جاءت فترة الإخوان المسلمين التي أوجدت في وجدان الحاكم أو الخديوي أو الملك شعور عميق عنده عليه عشرات الشواهد إنه القضية مش قضية دين، مش قضية إنه يضع بين إيدي بصائر وهداية ومعرفة وحكمة أدير بها شؤون العباد والبلاد. يا ليته كان يريد أن يضع بين يدي بصيرة، يا ليته كان يسعى إلي وأعلم منه الصدق في النصح. القضية لم تعد قضية سداد ورشد في إدارة شؤون العباد والبلاد، بل تحولت القضية على إنه لابد من إقصائك وأنا الذي أقوم بالحكم ولن أسمح لك بإقصائي. ويفضل ده يحاول أن يسعى بكل ما يملك وأنشأ من هنا منظومة من القيم، من التحايل، من تحريم الانتخابات مرة ووجوب الانتخابات مرة، من التكريس الضخم لتشويه حالة الحاكم علشان أحرك الجماهير أن تكون معي، عشرات من القيم المشوهة اللي بدأ مثلا سيدنا الشيخ الشعراوي وهو يرافق الأستاذ حسن البنا غفر الله له على ما ابتليت مصر والأمة بسببه. سيدنا الشيخ الشعراوي بيقول أنا وفدي
أنا نشأت وعشت عمري كله وأنا أحب حزب الوفد في وقت كان فيه حزب الوفد يمثل للمصريين طوق النجاة ضد الاستعمار. الشيخ الشعراوي مواليد سنة 11 ولا 12، وعى ثورة 19 وهو في أوائل الإدراك، فشاف الشعب المصري بكل فرد فيه بيقول إحنا مع الوفد، إحنا مع الزعيم سعد زغلول، هو ده اللي هيخلصنا من الاستعمار. فنشأ وفدي. في بدايات الأمر بدأ يرى إنه دعوة الإخوان دعوة لله. نعم. فبدأ يقول يبقى ما فيش تعارض بين إن أنا أكون وفدي وإخواني. كويس، يا ريت. ثم فوجئ إنه الحكاية مش كده خالص. يا ريتها كانت كده. فوجئ إنه قاعد مع حسن البنا فبيقول له يا أستاذ بكرة الانتخابات اللي الوفد داخل فيها، طبعًا هندي الوفد، ده حزب الأغلبية، ده الشعب كله معاه. ففوجئ بحسن البنا يقول له لا مش هندي الوفد، هؤلاء أعداء أعدائنا. قال له الله، ليه أعداء أعدائنا؟ ليه؟ فين وجه العداوة؟ أنا نفسي أفهم فين وجه العداوة. مش إحنا بنربي ونصنع العالم المسلم على أن يكون للجميع، على أن يسدي الخير والبصيرة وينور المصباح عند الجميع، حاكم محكوم أكثرية أقلية، حزب مش حزب، وفد، مش هي دي المهمة؟ مش هي دي مهمة الدعوة؟ حسن البنا قال له لا، حزب الوفد ده أكثرية، ويوم ما احنا نحب ندخل انتخابات هيبقى هم دول المنافس الخطير اللي احنا نخشى منه. قال له آه. قال فخرجت ولم أرجع إليه بعدها أبدا. عرفت إن الحكاية ما عادتش دعوة، هذا فراق بيني وبينك، خلاص انتهى. قال ما شفتهوش بعدها. نعم، هذه الدعوة هو انتصار للجماعة، ولو كانت على حساب الصحيح الآن هو ينظر إلى مدى أبعد مهما كانت الخسائر. انحرف المسار خلاص. الشيخ الشعراوي بيقول علمت إنها ما بقتش دعوة، إنها بقت أحضرت الأنفس الشح، اختلف. قال ما رجعتش بعدها خلاص، خصوصا لما بدأت أشوف إنه قبضته خفت كثيرا عن تسيير شؤون الإخوان، وشفت الشيخ الشعراوي يقول شفت بعيني عبد الرحمن السندي صاحب التنظيم الخاص بيزق حسن البنا لحد ما كاد يوقعه. الله، يعني ما كل شيء خلاص اختبط، كل شيء اضطرب، كل شيء. فين ده يا جماعة؟ فين ده مما كان موجودا من قبل عبر تاريخ عريق من المسلمين، من إدارة العلاقة ما بين العالم والحاكم فتنوعت فيها الأطروحات، وجد عندنا ثراء هائل في صورة علاقة العالم بالحاكم، حتى ألفت فيها رسائل ماجستير ودكتوراه، 5 6 رسائل ماجستير ودكتوراه عمالة تبحث وتصور في الوقائع والنصوص والوقائع التاريخية التي صورت علاقة التضاد أحيانا، علاقة التعاون والتفاهم أحيانا، علاقة البعد والجفاء أحيانا، اللي مولانا تكلم عنه. تعال حضرتك نقفز من ده كله ونرجع مرة تاني النهاردة علشان ما نبقاش غارقين في التاريخ ونبعد عن الواقع اللي احنا فيه. لما نبدأ نسيب فترة 70-80 سنة اللي تركت في نفوس الناس وتركت أجيال تربت على وجود إحن، على وجود نفوس مضطربة، على وجود تصوير مهتز ومضطرب لعلاقة العالم بالحاكم، نابعة في الأساس من خطاب ديني وضع على رأس أولوياته أنه لابد لتمام أمر الدين من أن يحكمه هو، فبقى تحقيق المقصد الشرعي عنده لا يبدأ ولا يعمل أبدا إلا إن أنا اللي أبدأ أتولى الأمور. ما عادتش علاقة بين عالم وحاكم، عادت علاقة بين ساع إلى الحكم وبين حاكم مستقر، بقت علاقة صراع. فخلي بال حضرتك إنه على مدى 80 سنة عشرات الأدبيات والخطب والدروس والمواعظ اللي كمان هتبدأ تستدعي من التاريخ كل قصة فيها شمت منازعة، خلاف، صدام، علشان يقول له بص اهو لما تشوف صدام بيني وبينه وتحصل حادثة المنشية ويبدأ يضربني واضربه يبقى أنا اللي على حق لأن هو الظالم الغشوم، وشوف أدي نماذج من التاريخ بتقول إنه العالم بينفر من ظلم الحاكم وقد يسلط الحاكم على العالم فيعذبه، إحنا هو بنعذب، يبقى إحنا مكان العالم اللي بيعذب ده، إسقاط تاريخي على صورة بيستدعيها من التاريخ. إيه اللي إحنا لازم نعمله؟ لازم نرجع حضرتك نشيل كل تراث 70-80 سنة ده ونقفله ونضعه في صندوق مغلق ونرجع لنقفز إلى ما قبله لقراءة العلاقة الرشيدة المستقرة ما بين العالم والحاكم السالمة، نعم. السالمة من ظلم وعدوان من الحاكم
يمالئه العالم عليه، والسالمة من أهواء ومطامع عند العالم يريد أن يتوصل إليها بالقرب من الحاكم. سنصل إلى أننا أمام شيء أستطيع أن أسميه بأنه علاقة قائمة على الثقة المتبادلة. الثقة المتبادلة اللي نابعة من إيه؟ النابعة من إنه سيدنا يوسف عليه السلام، اللي هم بيستشهدوا على طول بيه في كلمة اجعلني على خزائن الأرض، وغاب السياق النبوي اليوسفي الهادي، وهي علاقة مش عالم وحاكم، علاقة نبي وحاكم، ومش علاقة عالم بحاكم ظالم، علاقة نبي بحاكم غير مسلم غير مؤمن، نعم، على غير الدين بالكلية، كافر كافر. إيه ما هي العلاقة ما بين الاثنين؟ إنه سيدنا يوسف ظل مدى عمره لم يسعى إليها أبدا، عازفا عنها، لا يلتفت إليها. غاية ما في الأمر أنه لما أن نزلت بالعباد والبلاد أزمات شديدة، كان عنده حظ من الخبرة والمعرفة، أبدى الخبرة والمعرفة التي بين إليه، جعلت الجميع قلوله فينك يا حلال العقد، اسعفنا أرجوك، اللي انت بتقوله ده شديد الأهمية ويترتب عليه صلاح العباد والبلاد، لو سمحت رجاء، ولو قلت مش عايز اتفضل، ما مش هنتسلط عليك، لو سمحت الخبرة اللي انت قلتها دي احنا شايفين انها شديدة الأهمية للعباد والبلاد، هل بدأ يقول طب تنحى انت عن الحكم وسيبنا انا اقول الكلام ده؟ ابدا. هل الحاكم قال له هاتها انا اقولها واغتصبها منك وارميك انت في السجن؟ ابدا. أزمة مقبلة، إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات. قاموا قالوا مين اللي عنده خبرة في فك طلاسم لاستشراف المستقبل ده لأزمات مصر؟ سمعنا واحد عنده خبرة عجيبة قوي اسمه يوسف، مرمي في السجن، طب اتفضلوا روحوا قولوا له إيه البرنامج اللي عندك، إيه اللي انت شايفه؟ قال لهم برنامج أذهل القائمين على الأمر. فين الفكر ده؟ إيه ده؟ فين النور ده؟ لما بدأ يظهر انه عنده بصيص من الخبرة، بدأت السلطة الحاكمة تقول له تسمح نلتقي معاك؟ وقال الملك ائتوني به، قال له لا مش جاي، ارجع الى ربك، انا اسف مش جاي. عدت فترة، مرة تاني وقال الملك ائتوني به، شوف 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 الإلحاح في الطلب المبني على ايه؟ المبني على أنه رجل لم يسعى إلى سلطة، لم يطلب شيء من الحكم. العلاقة إنسان صاحب خبرة ومعرفة ثم جاءه هنا عالم ومش عالم دين، هنا عالم، يعني هنا سيدنا يوسف خبير، عالم خبير، نعم خبير. شوف حضرتك لما نسيب نتاج 70-80 سنة اللي تركت لينا حطام، تركت لينا صور مشوهة لكل شيء، ربت عقول ونفوس ووجدانيات وأدبيات وأشعار وقصص وقصائد في غاية التشويه. اللي يعيش جوه 70-80 سنة ويحاول يتصور حقيقة علاقة العالم بالحاكم شيء مدمر، ملوش معالم، حاجة كده عايمة في بعضها. سيب ده وارجع شوف النور بيحصل فين، وانا استهدي بنور الوحي الشريف. أول ما الملك أصر وألح، سيدنا يوسف لا مطمع له، مش طمعان في حاجة من عند الحاكم، أول ما راح الحاكم وقال له بعد إلحاح في دعوته، قال له طيب حاضر أديني جيت أهو، بيقول لك وقال الملك ائتوني به. فلما كلمه وبدأ يسمع ما عنده من الخبرة، قال له إنك اليوم لدينا مكين أمين، البلد الوطن الدولة الوطن الشعب الحالة اللي احنا فيها بتقول في أمس الحاجة إلى ما عندك، من فضلك لو سمحت لا تبخل على هذا الوطن في هذا الوقت العصيب بالخبرة الموجودة عندك. قال له إذن أكتفي بحاجة معينة، أنا مش هقول لك امشي واقعد أنا مكانك. شوف 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 ما قالوش امشي وأبقى أنا النبي وأنا صاحب الوحي، أنا صاحب النبوة، أنا الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، أنا النبي ابن النبي ابن النبي ابن النبي وأنت كافر. ما قالوش كده.